رمضان شهر مشهد بالملايين. يعني مميز. اللي بعده الإعلامي توني خليفة غير اللوك بتاعه. غير اللوك. توني توني مجتهد. توني مجتهد ومناضل مكافح لحتى يحقق ذاته، وقدر طبعا يعني تعب بس قدر. لو عايز تقول لتوني خليفة نصيحة تقول له ايه؟ خلي بعد شوي الأنا. يعني عمل برنامج بلبنان بتلفزيون جديد سميه توني خليفة، دي فيها أنا. أنا كبيرة كتير، يعني ما بعرف كيف يعني صارت، بس لو يطلب نصيحتي قبل كنت قلت له مثلا توني خليفة يقدم، توني خليفة يستضيف، مع توني خليفة أوكي بتمشي، بس العنوان بس توني خليفة فيها شوي نرجسية طبعا نرجسية. اللي بعده دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. سعد الحريري إنسان طيب على الصعيد الشخصي، إنسان طيب مر بصعوبات وعم بيحاول يرجع يعني كيف بدي أقول لك يرتب أموره. هلأ بعرف نواياه صيف سيء، نواياه سليمة وصادقة في محاولة النهوض بلبنان، بقى منقول له إن شاء الله الله ياخد بيده. اللي بعده المذيع اللبناني عادل كرم. عادل كمان من الشباب اللي بحبون. عادل أنا بفضله كممثل، برع كممثل.